Express by Total Energy. مواصل معكم في كان اكسبريس. حكينا برشا على النصف النهائي اللي جمع البارح ما بين الكاميرون والمنتخب المصري. حكينا اكثر على المنتخب الكاميروني بما ان باش نحكيو مع الكابتن بلال السيسي الموجود في ياوندي على المنتخب المصري وعلى الترشح نتاعو للنهائي باش يواجه نهار الاحد كل دوك باش يواجه المنتخب السنغالي. معنا بالتليفون الكابتن بلال السيسي الصحفي في موقع بوابة نيوز، واحد تقريبا من افضل الصحفيين المصريين نتابعهم بشكل دائم. بلال اهلا بك. اهلا بك حبيبي واهلا بكل مشاهدينك ومتابعينك في كل مكان. شكلك صحيناك من النوم. لا ولا يهمك، حاجه انت اخويا وانا مبسوط ان انا موجود معاك طول الوقت انت عارف. الله يخليك بلال. بلال مبروك الفوز اول حاجه البارح ضد المنتخب الكاميروني، ظهر لي نهائي مستحق نقول للمنتخب المصري. مبروك علينا كلنا، مصر ما بتلعبش باسمها لوحدها، مصر بتلعب باسم العرب. يعني احنا يمكن يكون المنتخبات دلوقتي قبل ما نكون موفقين في البطوله هذه النسخه، لكن الحمد لله رب العالمين. مباراه صعبه جدا، يمكن كمان يا اسلام يعني انت من متابعتك للبطوله كنت هتشوف ان انت ان مشوار مصر في البطوله هو اصعب مشوار بالنسبه لكل المنتخبات المشاركه، لكن لما يكون معاك في المجموعه نيجيريا اللي البدايه ما كانتش مميزه، ايام نيجيريا تخسر بعد كده تكسب بصعوبه على غينيا والسودان ثم تتاهل لملاقات كوت ديفوار ثم ملقات المغرب ثم ملقات الكاميرون درجة المضيف، فمشوار صعب جدا جدا جدا، وكان اللعيب على قدر المسؤوليه بعد مباراه نيجيريا والانتقاد الكبير جدا اللي اتعرضوا ليه سواء هم او جهازهم الفني بالخبير البرتغالي كارلوس كيروش اللي كان يعني تعرض لانتقادات كبيره جدا من جانب الوسط الرياضي سواء في مصر او في الكره العربيه عموما او الشارع الرياضي العربي عموما، لكن في النهايه قدر اللي هو يتغلب على الكلام ده، ودايما الراجل كانت تصريحاته بتؤكد ان مصر جايه في البطوله من اجل حصد اللقب. كان في ناس يعني سخرت من هذه التصريحات بعد ما هو قالها وكده، لكن لقب اللي هو جاي يجيبه والمنتخب شكله بعيد جدا، لكن الحمد لله رب العالمين في النهايه لعيبه مصر رجاله ادوا شكله كبير بشكل كبير جدا، عملوا محطات صعبه جدا زي ما بقول لك انت. المنتخب الوحيد اللي هو يعني طبعا مشواره كان صعب جدا 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 في البطوله لما تطلع كوت ديفوار ولما تطلع المغرب ولما تطلع الكاميرون، فانت اللي بيدل على رجوله وجاهزيه المنتخب الوطني سواء نفسيا او بدنيا لخوض النهائي او تحقيق اللقب باذن الله للمره الثانيه في التاريخ والمره الاولى منذ عام 2010. يعني احنا في واقعه كده كمان جميله جدا ان احنا كل 12 سنه لازم ناخد كاس امم افريقيا. يعني احنا لو جينا حسبناها مثلا من 86 ل 98 هتلاقي 12 سنه، من 98 ل 2006 12 سنه، فباذن الله ان شاء الله تبقى فتحه خير علينا وباذن الله ان شاء الله نحقق اللقب الغايب، واللعيبه دي تكلل مجهودها باذن الله ان شاء الله بعد المشوار الصعب اللي عملوه في مباراه السنغال الصعبه جدا 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 ان شاء الله. بلاي شنو تبدل؟ انت كنت تحكي لما قابلت نيجيريا، شنو تبدل في المنتخب المصري بين مقابله نيجيريا وبقيه المقابلات؟ الفرق ان اللعيبه يعني حست بقيمه تيشيرت وقيمه تيشيرت منتخب مصر، اللعيبه اصبحت على الرق الواحد، الجهاز الفني يتدارك اخطاء سريعا وما بقاش يعني يلعب في التشكيل او يعمل مفاجات في التشكيل، حط كل اللعيبه في مركزه، فبالتالي الاداء ده اللي احنا شفناه منتخب مصر بدون مجموعه مميزه جدا من اللعيبه بيحسب لكارلوس كيروش طبعا بكل تاكيد، ما عادش يقدر ده اللي هو قدم وجوه جديده للمنتخب المصري واللي هو تعامل بشكل كبير جدا مع الاصابات. يعني احنا في سوء حظ كبير جدا اسلام في البطوله، تعرض المنتخب للعديد من الاصابات المختلفه سواء مثلا على مستوى خط الدفاع او مستوى خط الوسط او مستوى الهجوم حتى ومستوى حراس المرمى، بالتاكيد شفنا ازاي ان في اول البطوله اول ماتش في البطوله اكرم توفيق اللي يعد واحد من ابرز لاعبي الكره المصريه حاليا بيجي له صليبي وبيبعد بشكل كبير جدا، ما حسيناش بفرق كبير جدا لما اكرم غاب وعمر كمال جه خد المركز ده يحسب لكارلوس كيوش. الواد عمر كمال الفرصه من البدايه منذ البطوله العربيه، شفنا محمد الشناوي واصابته وغيابه عن البطوله وتعامل الجهاز الفني معاه ونزول ابو جبل اللي هو كان رد رساله للجميع ان ما فيش ادنى مشكله بالنسبه لهذه الجبهه، بتتكلم كمان في يعني في 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 اصابه احمد حجازي في البطوله واستبعاده، ونرجع تلاقي شاب زي محمد عبد المنعم او محمود الونش بيبقوا موجودين على مستوى الخط الدفاعي،
فدايما ده اللي بيدل ان الجهاز الفني رغم ان تعرض لانتقادات كثيره جدا اثناء اختياراته للاعبين المكلفين بخوض البطوله، لكن في النهايه الراجل دافع عن اختياراته، وفي النهايه الراجل قال ان دي الاسماء هي اللي هتخدم على فكري، واحنا في النهايه ما لا يخصنا سوى النتيجه الايجابيه وتحقيق الرقم باذن الله. بصراحة بليل، كنت تتوقع قبل البطولة والمنتخب المصري يوصل للنهائي؟ بصراحة خلينا نقول ونكون واقعيين، تقريبا مستوى المنتخب السنغالي، الجزائر، المغرب درجة أقل، الكاميرون، تقريبا هذه المنتخبات كانوا مرشحة. مصر رغم ذلك ما كانش مرشحة، لكن ظهر لي تقاليد المنتخب المصري خليته هو يوصل للنهائي. صدقني لو قلت لك اللي انا قلت لكثير من الزملاء حواليا ان انا ان شاء الله باذن الله مصر طرف النهائي وهنواجه لا اما الجزائر لا مصر. مبني على شنو التكهن هذا؟ مبني على شنو؟ مبني على ان انت منتخب يضم مجموعه جدا من اللعيبه، منتخب فيه واحد من ابرز لعيبه في العالم، يمكن هو ابرز لاعب في العالم حاليا وافضل لاعب في العالم حاليا محمد صلاح، وده اي يدل بليل، على قوه لكن اوكي شخصيته. اوكي فما لاعبين محترمين في المنتخب المصري، لكن ما ومبني كمان يتقارنش يا اسلام على البطوله العربيه، لكن قلت لك بس بليل، على مستوى ما البطوله يتقارنوش العربيه تمام. اي ما يتقارنوش اللاعبين مع ما هو موجود في السنغال او الجزائر او المغرب يعني. احنا طول عمرنا اسلام الحقيقه ديت يعني الجزائر او المغرب او السنغال او المنتخبات الموجوده في افريقيا دايما بتضم مجموعه مميزه جدا او مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المحترفين. تعال بص جيل من 2006 ل 2010 كان يمكن منتخب جيل منتخب مصر اللي حقق كل الانجازات اللي حققها، يمكن كان في الاجيال الثانيه في منتخب كوتيفوار ومنتخب الكاميرون ومنتخب نيجيريا وغانا والجزائر والمغرب وتونس وكده بيضموا مجموعه كبيره جدا ومجموعه جدا مميزه جدا في اللعيبه المحترفين على مستوى الدورات المختلفة. في المقابل كنا هنلاقي ما يعتبر ما كانش فيه محترفين مصريين وكان بنعتمد على اللعيبة المحلية، وفي النهاية كل النتائج وكل الإنجازات كانت لصالح الكرة المصرية. لكن تعالى دلوقتي لما تبقى بني جيل كويس جدا في البطولة العربية طلع منه لعيبة قدرت تدعم صفوف في المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية، سواء بقى مثلا بنتكلم في عمر كمال، سواء بنتكلم في محمد عبد المنعم احد ابرز عفوا احد ابرز المدافعين في البطوله او احد ابرز المدافعين في مصر حاليا، كمان مع عوده الثقه لبعض اللعيبه مره اخرى زي تريزيجيه اللي هو في وقت ما عفوا، ومحمد النني اللي شفناه بيأدي مع قارس كروش افضل اداء ليه مع منتخب مصر على ما اظن ما شفناهوش بيأدي بالاداء زي ده تاني. فبتتكلم في مجموعه من اللعيبه المميزه، احمد فتوح اللي يعتبر يعني واحد من ابرز لاعبين البطوله على مستوى الظهير الايسر. احنا بنتكلم انت بتقول لي ليه التفاؤل ده؟ التفاؤل ده لما انا يبقى عندي كل الخطوط بالنسبه لي ما فيهاش مشكله باستثناء كان بس الانتقاد على كروش اللي هو عمليه صناعه اللعب، انت ازاي ما انتش واخد قفشه، لكن في الاخر هو الراجل قال لك انا هو ما يعتمدش بدافع في عن هذه خياراتي الألعاب. بالظبط الله ينور عليك، فبدافع عن خياراتي. فانت في الاخر لما مصر يبقى فيها محمد صلاح لازم طول الوقت تبقى مرشحه اسلام اللي هي تبقى موجوده في النهائي. هتقول لي محمد صلاح قيمه كبيره جدا وما فيش خلاف ان هو يعتبر ابرز لاعب في العالم حاليا، بيديك سوق ثقه كبيره جدا، بيديك سوق جوه الملعب كمان. في حاجه يا اسلام لو احنا خلال سير البطوله يشكر فيها او تحسب لمحمد ابو تريكه النجم الكبير جدا لما طلع بتصريحاته خلال احدى الاستوديوهات التحليليه في احدى القنوات الناقله لفعاليات البطوله، يعني طلع قال لك احنا منتخب مصر واللعيبه دي لازم ما تخافش لما تيجي المنتخب مصر يلعب، المنافس هو اللي لازم يخاف منك، انت اكتر منتخب حقق بطوله برصيد 7 ألقاب، لما تيجي تلعب اي حد بص على التيشيرت وبص على عدد النجوم واعرف قيمه منتخب مصر. دي زي ما تكون كلمات ساحره نزلت كنوع من القوه والدعم بالنسبه للاعبي المنتخب. بعدها على طول صلاح طلع في تصريحاته في المؤتمر الصحفي اللي انتقد فيها قال لك احنا بنشوف ناس كتير جدا في خلف المنتخب المصري وبعض اللعيبه بتطلع او بعض الناس بتطلع تدافع عن انديه محدده او لعيبه محدده وده مش في مصلحه مصر. من زي دي التصريحات سواء تصريحات تريكا تصريح محمد صلاح الجميع التف حوالين المنتخب الوطني والجميع بقى منتخب مصر رجع حواليه تاني. الدعم اللي كان بيحظى بيه من الجماهيريه خلال الفتره اللي فاتت، يمكن انت على ما اظن انت متابع الكره المصريه بشكل كبير اكيد جدا، اكيد بقالنا فترة كبيرة جدا بنعاني من مشكلة ان الجماهير بتبدي مصلحة النادي
على المنتخب. الحمد لله رب العالمين ده انتهى تماما، وده كان وفقا تمام لتراجع النتائج، خاصة بعد ما احنا خرجنا من كأس الأمم الأفريقية في ربع النهائي 2019، وانت كنت مستضيف البطولة، كان الكل بيتوقع ان مصر هتحقق اللقب. دايما دايما مصر ولادة، ودايما الكرة العربية ولادة، لكن الحمد لله رب العالمين الثقة اللي انا جبتها ديت زي ما انا بقول لك جبتها وفقا للي انا شفته، سواء من اللعيبة كمان من الدولة المصرية، وطبعا من الدولة المصرية للمنتخب اللي بيلعب في الكاميرون. يعني يا اسلام انت بتتكلم في ان كل مباراة منذ انطلاق البطولة الدولة المصرية بتتكفل رحلة الى الكاميرون لنقل الجماهير من اجل دعم المنتخب الوطني، وعاوزين انت عارف الظروف هناك في افريقيا عاملة ازاي، صعبة ازاي، تحصى بالقادة المصرية هذا الدعم، يحسب ليهم التفافهم حوالين المنتخب الوطني. يعني احنا ما فيش مباراة ما كانش فيها مشجعين او جماهير مصرية. لو شفت امبارح كمان في ماتش الكاميرون اللي انت عد اللي هي صاحبة البطولة وصاحبة الارض والجماهير، يعني تحس ان مصر ما بتلعبش في الكاميرون، تحس ان الجمهور منتشر في كل حته في الملعب، فده يحسب للدوله المصريه بلال المنتخب حوالين المنتخب الوطني. اوكي، قلت لي كيروش غير بعض الاختيارات تقريبا اللي عملهم خاصه مقابله نيجيريا، خاصه في مراكز اللاعبين، لكن حتى في اختيارات اللاعبين اعتقد، ما اعرفش اذا كان شاطرني رايي ولا لا، لاعب مثل طارق حامد كان عنده مكان في المنتخب، لو كانت ما اعرفش انت مقارنه بينه وبين حمدي فتحي مثلا. بص يا حبيبي، بكل تاكيد يعني احنا ما فيش خلاف ان طارق حامد من افضل لاعبي الخط الوسط داخل القاره الافريقيه، يعني داخل يعني مش فاهم داخل القاره الافريقيه، رغم بيعمل كل المميزات واضافه كبيره جدا لمنتخب وسط، لكن في النهايه احنا مش هنقدر ان انت تيجي تنتقد كارلوس كيروش بعد الاداء اللي عمله، بعد الاداء اللي وصل بيها لنهائي. كان وارد ان انت نقدر ننتقده لا قدر الله، مثلا لو مصر مثلا ما كملتش في مشوارها او ظهرت صحيح. بقدام متذبذب، لكن في النهايه انت الراجل جه وفقا للاقتراحات اللي اختارها، اشتغل على خطته، الاقتراحات دي هي اللي بتنفذ فكره، او هي الاقتراحات دي هي اللي في صالحه. ففي النهايه هو قادر يوظف الاقتراحات اللي جابها، هو راجل شكله مش من الناس اللي هي بتحب طريقه واسلوب لعب طارق حامد، طبعا كلنا عارفين ان طارق حامد عفوا من اللعيبه رجاله جدا، لكن طريقه لعبه واسلوبه بيعتمد على القوه والطف وكده، لكن هو ممكن يكون كروش بيحب لعبه كويله شويه اللي بتقدر تلعب كره تسيطر على الكره تهدي الريتم تطلع كره صح، فوارد جدا يكون ده طارق حامد. لكن احنا في النهايه كل الاحترام لكيروش وقراراته، كان وارد جدا احنا نقدر ننتقد كيروش لا قدر الله لو منتخب مصر لم يكن يقدم بشكل كويس او كان ودع البطوله، لكن في الوقت الحالي هو الراجل اسكت كل المنتقدين من خلال النتائج اللي عملها، وعلى ما اظن تتفق معايا ان منتخب مصر يعني ما حدش، يعني لو اي ظروف تانيه كان المنتخب بيلعب 3 مباريات وقت اضافي قدام منتخبات عربية كبيره جدا وقدام مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، كان النهارده بدنيا ما شفناش زي اسلام. يعني المنتخب المصري صحيح. واقف بدنيا قوي جدا 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 في مفاجاه غريبه جدا بالنسبه لنا، واللي معروف عن كمان عن الكره سواء في شمال افريقيا او منتخب مصر عموما، اللي انت العامل البدني دوت كان هم دايما المنتخبات الافريقيه بتتفوق عليه صحيح. فيه، لكن وميزه مش اخرى منتخب بليل مصر في واقف كروش بدنيا مش اي ميزه اخرى في كروش انه كما تقول بالمصري راسه ما هيش ناشفه، يعني لما عرف روحه غلط في خاصه توظيف بعض اللاعبين في بعض المراكز، يعني غير ما عندوش مشكل بالظبط. معناها. بالظبط. وبعدين يا اسلام اي يعني تعامله كمان، انت عارف طبعا الضغط المصري عامل ازاي، وعارف ان مثلا مصر فيها 100 مليون بيفهم كوره، فهو وبيوصل له كمان كل النقد المصري، واحنا عندنا يعني انا عندي الناس وصلت بيها الامر ان انت لا انت يا باشا انت تلعب كره حلوه وما تحققش نتائج مش قصتي، لكن احنا بالنسبه لنا الاهم قيمه منتخب مصر وشكل منتخب مصر يبقى عامل ازاي، وما ينفعش ان انت يعني كان بيعمل حاجات غريبه جدا اسلام. يعني كيروش مثلا، طب انت مثلا واحد زي تريزيجيه كان بعيد جدا مش موفق، فتجيبه وتروح جاي يلعبه في وسط الملعب في ماتش زي نيجيريا، فانت تبوظ الدنيا في حين ان انت عندك لعيبه تقدر تأدي الدور دوت بره، فبالتالي تدارك ده بسرعه، سمع ده بسرعه وسمع صوت العقل، ففي النهايه بقت النتيجه اللي انت شايفها دلوقتي ان منتخب مصر في نهائي كاس الامم الافريقيه للمره العاشره في تاريخه، وباذن الله نقدر نحقق اللقب للمره الثامنه. وزي ما بقول لك يحسب ليك كروش اللي هو طور جهاز المنتخب الوطني المصري فنيا بشكل كبير جدا، وعاوزين ده انت لمسه بشكل كبير، اي فرقه تانية او اي منتخب تاني يلعب
120 دقيقة في 3 مباريات ورا بعض، كان لازم ينهار بدنيا الإسلام، لكن الحمد لله رب العالمين احنا هذا شفناه هذا زي امبارح قدام كابتن الكاميرون. كابتن بلال، هذا المعطى اللي حبيت نسألك عليه، إلى أي مدى العامل البدني نجم يكون مؤثر في النهائي؟ لأنه المنتخب المصري باش يلعب بعد 72 ساعة من مباراة الكاميرون، المنتخب الوحيد في دورات كأس أفريقيا اللي وصل للنهائي بعد 3 مرات 120 دقيقة، منهم مرتين بضربات الترجيح، هذا إلى أي مدى نجم يؤثر على اللعيبة؟ احنا نتمنى من المولى عز وجل بقى ان ده ما يأثرش في المباراه النهائيه، وباذن الله ان شاء الله نحقق اللقب. تبقى كره القدم ظالمه جدا لو مصر ما خدتش كاس الامم الافريقيه المره دي. منتخب مصر كان اصعب مشوار في البطوله، بنتكلم ان يعني فرقه زي السنغال مثلا وصلت للبطوله، مع احترامي الشديد بتلعب كاب فيردي ومنتخبات احنا لا نقلل من احد، لكن في النهايه ما فيش محطات صعبه جدا قابلتها. لكن باذن الله ان شاء الله اللعيبه اللي قدرت تلعب 3 مباريات لمده 22 دقيقه وفي مباراتين ضربات جزاء، باذن الله ان شاء الله لن تفرط في اللقب بهذه السهوله. والموضوع مش موضوع مش متوقف على فكره اللي هو الحماس والكلام ده، لا، الموضوع متوقف ان في مدير فني فاهم كويس جدا يعني ايه احمال، وفي جهاز فني شغال بشكل محترم جدا على العامل البدني. يعني احنا امبارح شفنا ان المنتخب الكاميروني رغم ان هو لم يخوض قبل كده وقت اضافي، ومنطقه مصر لعب مباراتين اضافيتين، وقع بدنيا، وكان مصر ممكن كانت تنهي المباراه اصلا خلال الوقت الاضافي لولا بعض يعني عدم التوفيق لبعض اللاعبين. يعني لان شفنا امبارح في كره كانت خطيره جدا جدا قبل ما نلعب ضربات الجزاء، الكره اللي هي بتاعت رمضان صبحي اللي هي كانت على الجنب، بس مش فاكر، صحيح مش عارف فاكرها، ايوه، فعدى وراح وكانت وارد جدا تحصل. وبدنيا انت منتخب مصر واقف على رجله وماسك الكره، رغم ان منتخب الكاميرون والمنتخبات الافريقيه عموما او اللي هي ذو البشره السمراء يعني معروف عليها اللي هي العامل البدني بتبقى قوي جدا. شفنا ده قدام كوت ديفوار ان هم وقعوا بدنيا، فده يعني ان يحسب يحسب لكروش وجهازه الفني اللي هو بيقدر يعمل استشفاء السرعه كتير، بيقدر يجدد الحوافز عند اللعيبه. احنا طبيعتنا كعرب وطبيعتنا كمنتخبات عربيه ممكن تشتغل نفسي على اللعيبه 70 80% وتشتغل مثلا فني 20 30%، فتقدر تاخد 100% من اللعيب العربي عشان خاطر انت بتلعب دايما على عاطفته، بتلعب دايما على مشاعره، عكس بعض المنتخبات الاخرى. ناس كتير جدا ممكن تقول لك الكلام دوت لا ملوش اي اساس في العلم. لا يا جماعه، نفسيا او العاطفه او ان انت بتيجي دايما دايما تعمل جلسات نفسيه بالنسبه للعيبه. شفناه هذا حتى في تعامل حتى في تعامل كيروس مع محمد شريف ايضا بعد المقابله، بلال العامل النفسي يعني. يعني بص، يعني دي لقطه يعني حيك عليها اسلام جدا انت خدت بالك منها. لو اي لعيب تاني كان وارد جدا ان هو يطلع ويصور وينفعل وازاي ونزل بقى 11 دقيقه، لكن لا، بعد الراجل محمد شريف طبعا كل التحيه وكل التقدير لمحمد شريف على تعامله في هذه اللقطه اللي هو طلع بدا مصطفى. تخيل لو كان احمد حسام ميدو يعني شخصيه وفي الاخر احتواه، يعني كروش بعد المباراه خده في حضنه واحتواه يعني. بس معكش قال لك تخيل لو كان جاء احمد حسام ميدو يعني. كل شهر ليه؟ كل مرة أنا كده؟ يعني كل مرة لا، وقتها راهو لاعب على الأقل 80 دقيقة، 80 دقيقة يعني مع الكابتن شحات، هذا دخل 10 دقائق وخرج يعني. بكل التوفيق إن شاء الله، بالتوفيق للمنتخب المصري، إن المنتخب شاء الله. العربي اللي بصراحة أبهرنا في مواجهة كبار إفريقيا، يعني الروح اللي لعبوا بها سواء ضد الكوت ديفوار أو ضد المغرب أو ضد الكاميرون، البلد المنظم، والناس الكل تعرف اللي في الكأس الإفريقية أصعب حاجة أنك تلعب البلد المنظم، المنتخب المصري لو ضد بكاري جسامة كمان، وده كان واضح جدا في الماتش امبارح اللي هو مانيش معاك كان لهنا. بيحجم اللعيبة المصرية، مانيش معاك في الحكام الحق، ما شفناش حاجة تأثرت على المقابلة. بص حبيبي، انا عايز اقول لك على حاجه اسلام. يعني في حكم معلم، بكاري جسامة من الحكام المعلمين اللي هي بتقدر تعطلك لعبه، يعني هو ما بيعملكش كوارث لكن هو بيحجمك داخل الملعب. يعني فاول، يصفر فاول وانت راح مثلا بهجمه خطيره هو ما فيهوش اي حاجه، هذه التريزه اللي نعرفوها. يبان للناس اللي هي الرعية، يبان للناس اللي هي المحايده اللي هو ايه، اصل ما فيش حاجه، لكن هو بيحجم اللعبه عشان هو معلم في الحته دي وبيقدر يحجم لعبك، ما بيعملش كوارث لكن بيحجم اللعبه، دي مشكله كبيره جدا اصلا. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري نهار الاحد ضد منتخب السنغال، مباراه ماهيش سهله، لكن المنتخب المصري عنده المفاتيح الكافيه باش ينجم يفوز بالكاس هذه، الكاس الثامنه ان شاء الله في تاريخه. جزيل الشكر مره اخرى لكابتن بلال السيسي الصحفي المصري، كان معنا مباشره من ياوندي. اسلام، جزيل الشكر شكرا ليك، كان معنا في الاخراج انيس الجويني، بالفيديو تنجم
تنجموا تتابعونا على فيسبوك وعلى يوتيوب مع آدم المدب في الإخراج. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في الموعد الأخير لكان إكسبريس، غدوة في التوقيت العادي نتاع البرنامج نتاعنا دوك من 3:30 إن شاء الله غدوة حتكشي الخمسة في حلقة ختامية نكملوا بها التغطية الخاصة نتاعنا اللي كان توتال إنرجي الكامرون 2021. وليد برحومة نحييكم، قلكم في الأمان.